السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، إزيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة كتاب المعاصر الوحدة الأولى، قواعد الميني تيست الأول. طبعا يعني قبل ما نبدأ نحل أو حاجة، دايما على طول كده لما تيجي تحل القواعد، دور في الجملة بتاعتك على الكي وورد أو الكلمة اللي من خلالها تقدر تختار الإجابة الصح. يعني A week ago من أسبوع فات، يبقى خلاص أنا عندي كلمة ago، ده كده باست سمبل، يعني توصيف رقم 2 بشكل مباشر، يبقى بدون ما تكمل بقية الجملة I planted. طيب طبعا ترجمنا الجملة بقى، من أسبوع فات أنا زرعت شجرة تفاح في الحديقة بتاعتي. طبعا planted ده present simple تصريف أول، have planted ده present perfect مضارع تام، had planted ده ماضي تام. طب ليه ما استخدمناش الماضي التام يا مستر؟ ما هو ده ماضي، علشان الماضي التام ده بستخدمه لما أتكلم عن حدثين أو أكتر في الماضي، واحد حصل قبل التاني، انما هنا ده حدث واحد وادي اجو، يبقى تصريف رقم 2 بشكل مباشر. طيب a week ago، طب يا مستر ادي اجو بنفس الفكره، ان ابل تري شجره ايه في الحديقه بتاعتي؟ المره دي هقول شجره زرعت ولا زرعت؟ اكيد شجره زرعت، يبقى في هذه الحاله بتكلم في مبني للمجهول. طب مبني المجهول في الماضي البسيط يا مستر بيتكون من ايه؟ في المبني للمعلوم تصريف تاني، طب في المبني المجهول was aware والتصريف التالت بس. التري مفرد، يبقى اكيد هتاخد كلمة was، يبقى was planted، يبقى شجرة زرعت. they space their animals yesterday، هما ايه الحيوانات بتاعتهم امبارح. كلمة feed دي معناها يطعم، يبقى اكيد هما ما اطعموش طبعا في yesterday، فكده الكلام بتاعك فين؟ في الباست. طب لما اجي في زمن الماضي البسيط بنفي طبعا باستخدام كلمة didn't، وبجيب بعدها الانفينيتيف المصدر، يبقى they didn't feed، هم لم يطعموا. their animals المرة دي بقى الحيوانات، space yesterday الحيوانات، ايه بالامس طبعا في يطعم، يبقى كده الحيوانات لم تطعم، يبقى مبني للمجهول عشان الفعل بتاعك مش موجود. الحيوانات جمع، طب في المبني المجهول يا مستر في حالة النافية، احنا قلنا في حالة المبني للمعلوم بنستخدم التصريف رقم 2، طب في حالة المبني المجهول يبقى was aware والتصريف رقم 3. طبعا الانيمالز جمع، يبقى تاخد وير والتصريف التالت، يبقى weren't fed. Space that film in the cinema، طبعا ذلك الفيلم في السينما، في الاخر عندك علامة استفهام، يعني معنى كده ان ده سؤال. طيب ما دام سؤال يبقى ما ينفعش ان انا ابدا الجملة بتاعتي بكلمة يو، يبقى اي وسي دول كده غلط، يبقى انا عندي يا اما did you watch يا اما were you watched. طيب الفاعل هنا اللي هو كلمة يو انت، فالفاعل موجود، يبقى كده مبني للمعلوم. ولما احب اعمل سؤال في المبني للمعلوم في الماضي البسيط، يبقى طبعا بستخدم did والفاعل والانفينيتيف، يبقى did you watch. Space at the cinema نفس الفكرة، في علامة استفهام في الآخر أهي، يبقى مش هينفع برضو أبدأ بـ that film خالص، يبقى A و C دول غلط. طب did that film watch، هل ذلك الفيلم شاهد، والفيلم نفسه شاهد ولا اتشاهد؟ أكيد طبعا يعني تم مشاهدته، يبقى كده مبني للمجهول، يبقى was that film watched. Who space the door، مين طبعا إيه الباب، أكيد هقول مين فتح الباب. طيب خلي بالك بقى، اوعى تغلط الغلطه دي، تقول يا مستر ده كده اهو هو ديد يو اوبن، او لا غلط، ليه يا مستر؟ ما دي ديد والفعل والمصدر. اساسا كلمه هو هنا لما اقول لك من فتح الباب، هو هنا بتسال عن ايه؟ بتسال عن الفاعل، يبقى معنى كده اساسا انا ما عنديش فاعل في السؤال، يبقى ما ينفعش اقول لك هو ديد يو اوبن، لان هو ديد يو اوبن معناها من انت فتح الباب، طبعا كده ما تنفعش. طب على طول يا مستر بقى، لو اي اداه استفهام وبتسال عن الفاعل في هذه الحاله، بجيب بعديها على طول التصريف رقم 2 في الماضي، يعني هو opened the door. مثال تاني لما اقول لك what happened yesterday، ماذا حدث بالامس؟ ما قلناش what did، يعني مش عارف ايه مثلا، ما تنفعش. ليه؟ علشان انا اساسا بسال عن الفاعل، يبقى الفاعل مش موجود، يبقى what happened yesterday، هو opened the door، وهكذا. هو space في question mark في الاخر بقى اهي، المره دي هنا بيقول لك the door، اكيد دور هنا بقى ايه؟ الباب، فاكيد مش هقول لك الباب فتح، ولكن الباب اتفتح بواسطة مين؟ يبقى في هذه الحالة ده كده مبني للمجهول، يبقى هو was the door opened by من، الباب فتح بواسطة كذا، طبعا ده مبني للمجهول، يبقى was aware والتصريف الثالث. طب في حالة سؤال يا مستر، يبقى قدم was aware على الفاعل بتاع الجملة. السؤال اللي بعد كده رقم 9، أحمد read an interesting story، طبعا جملة حلوة جدا. خلي بالك بقى، عشان طبعا دي كلمة ايه؟ read. طب لو قلت لك التصريف التاني بتاعها تقول لي مستر زي ما هو read، بس النقطة بس اللي بيختلف، طب اعرف ازاي يا مستر اذا كان اول ولا تاني؟ بص بقى على طول على الفعل بتاعك، هنا كلمة احمد، طب احنا عارفين يا مستر ان مع هي وشي وات ف
في المضارع لازم الفعل يكون اخره اس. هل هنا اخره اس؟ لا ما اخروش اس، يبقى معنى كده ان الجمله دي كده في الماضي وليست مضارع. يبقى احمد read an interesting story، اكيد ما ينفعش اقول every day، اكيد ما ينفعش اقول ago، اكيد ما ينفعش اقول now the other day. طب the other day معناها اليوم السابق، يبقى احمد قرأ قصة شيقة اليوم السابق، اليوم اللي فات يعني، يبقى معنى كده the other day. now طبعا ده present. طب ago غلط يا مستر، علشان ago لازم يبقى فيها قبلها طول فترة. ولك مثلا a week ago، two days ago، every day طبعا every day ده كل يوم، وطبعا يعني ما ينفعش اقول لك احمد قرأ قصة شيقة كل يوم. ده يعني الجملة بتاعتك كده مش مظبوطة. وفي حتة بقى تانية مهمة جدا بقى، هو ده الاختلاف اللي هو ايه يا مستر بقى؟ طب يا مستر ما هي افري دي كده ينفع اقول عليها كل يوم، يعني عادة في الماضي. احمد كان متعود انه يقرأ قصة شيقة كل يوم، طب ليه اقول لك افري دي؟ علشان لو انت لاحظت هنا افري دي دي كلمة واحدة، افري دي دي كده على بعضها دي صفة، لازم اجيب بعدها اسم اقول لك افري دي بروبلمز. انما لو كان كاتب لي بقى افري لوحدها وداي لوحدها، يبقى في الحالة ديت كده الاختيار كان هيكون صحيح. يعني احمد read an interesting story every day، يعني احمد كان متعود يقرأ قصة شيقة كل يوم، بس كان every هتبقى منفصلة عن كلمة day. space Allori hit a motorbike. طيب نفس الفكرة، كلمة hit قلت لك التصريف الثاني بتاعها، تقول لي برضو يا مستر hit، هنا اللوري ده مفرد، يبقى الفعل هنا ما اخروش s، يبقى معنى كده ان ده في الماضي، يبقى انا عايز حاجة في الماضي، يبقى yesterday بالامس. طبعا انت فيتشر ده في المستقبل اجو، مفيش يعني طول فتره قبلها، ونو طبعا دي غلط. مني تيست تو حسن سبيس ات سكول يسترداي، طبعا يسترداي في البوست، يبقى از غلط، دازنت غلط، يا اما وازنت يا اما ديدنت بي، مفيش حاجه اسمها ديدنت بي. ليه؟ لان هنا اساسا كلمه بي ده كده لما احب اصرفها الانفينيتيف اللي هو بي، المضارع اللي هو التصريف الاول ام او از او ار، طب التصريف الثاني بتاعها مستر اللي هو واز او وير، يبقى طبعا لما احب انفيهم بقى بقول wasn't او weren't، يبقى حسن wasn't. space at school yesterday نفس الفكره، في علامه استفهام في الاخر يا مستر اهو. طيب الفكره هنا بقى السؤال معناه ايه؟ هل حسن كان في المدرسه؟ يبقى معنى كده كلمه كان اللي هي اما كلمه was يا اما وير. طب في الحاله ديت كده لما احب اعمل عليهم سؤال بقدمهم على اللي قبليهم، يبقى was حسن at school yesterday. السؤال رقم 3 where space yesterday، طبعا علامة استفهام نفس الفكرة، أين كان حسن بالأمس؟ يبقى برضه ما ينفعش أقول لك where did حسن be، قدم برضه was أو where على الفاعل، يبقى where was حسن yesterday. يبقى خلاصة الحتة دي كده بس، إن دايما كلمة was أو كلمة where لما أحب أستخدمهم في الماضي بقول was أو where فقط، لما أحب أعمل سؤال بقدمهم على اللي قبليهم، لما أحب أنفيهم بقول wasn't أو weren't. I spaced lunch at home yesterday، طبعا في yesterday في الماضي، يبقى أكيد don't دي ما تنفعش خالص، وأكيد برضو haven't دي برضو ما تنفعش. طيب I hadn't ما ينفعش أقول لك I hadn't، لأن ما فيش بعدها تصريف رقم 3، وبالتالي hadn't دي غلط، يبقى I didn't have أنا لم أتناول. طبعا عشان كان أصلها I had، طب لما أحب أنفع I had يبقى بقول كده didn't، والinfinitive يبقى didn't have. Spaced lunch at home yesterday، طبعا في علامة استفهام برضو في الآخر، يبقى معنى كده إن ده سؤال. يبقى هل تناولت الغداء بتاعك في المنزل امبارح؟ يبقى نفس الفكره ده في الماضي، يبقى انا هقول did والفاعل والانفينيتيف يبقى did you have. من التست 3 if we space by the sea we would go swimming every day، شايفين ادي دي كلمه every day اهي، every لوحدها وday لوحدها. طيب هنا مستر طبعا دي حالات اف، ادي في هنا would والانفينيتيف، يبقى دي الحاله رقم 2. طب الحالة التانية بقى كنا بنستخدم ما على طول بعد if، والفعل كنت طبعا لازم تستخدم تصريف رقم 2، يبقى if we lived by the sea. When I was a student I spaced up early، لما كنت طالب، يبقى أنا كده بتكلم في الماضي، يبقى أكيد get دي ما تنفعش خالص. Was used to get دي برضه ما تنفعش، لا يا مستر، لأن was أو were used to كنت لازم أجيب verb plus ing. طب used to getting، used to بجيب بعدها الانفينيتيف، وبالتالي دي غلط، يبقى was used to getting، معناها انا كنت متعود على. space go for a walk every week، طبعا في عندك علامة استفهام، يبقى معنى كده ان ده ايه؟ ده سؤال. طيب يبقى اكيد he used to دي غلط خالص، عشان ما ينفعش ابدا السؤال بهي. طب ثانيا يا مستر، بص بقى، في عندك هنا كلمة go، go ده كده ايه؟ infinitive، يبقى was he used to دي غلط. ليه؟ عشان احنا لسه قايلين was او were مع used to، يبقى لازم اجيب verb plus ing، يبقى go دي غلط.
طيب يبقى انا عندي did he use ولا did he use to؟ اكيد طبعا بقول did he use to، لان دايما كلمه use طبعا لازم في بعدها كلمه to. Many test for some people space on the farm from morning to afternoon that day. بعض الناس طبعا في المزرعه from morning من الصباح، يعني طبعا حتى بعد الظهر في ذلك اليوم. طبعا لما اقول لك من كذا لكذا يبقى معنى كده ان ده تحديد وقت معين، يبقى معنى كده في الوقت ده الحدث كان مستمر. طب ما دام الحدث كان مستمر يبقى انا محتاج past continuous اللي هو الماضي المستمر اللي هو was or where the adverb was ing. طبعا ال people ده جمع، يبقى في هذه الحالة تاخد طبعا where و ing يبقى where working. I saw that she speaks on her mobile so I decided to return later. انا شفت ان هي ايه في التليفون بتاعها وبالتالي انا قررت ان انا يعني ارجع لها بعد شويه. طيب طبعا انا شفت ان هي اكيد لما شفتها كانت في الوقت اللي انا شفتها ان هي كانت بتتكلم في التليفون، يبقى معنى كده لما شفتها كانت بتتكلم يبقى هي كانت بتتكلم، يبقى ده حدث استمر فتره، يبقى معنى كده ان ده past continuous يبقى was aware of verb plus ing. طبعا she يبقى هتاخد was talking. رقم ثلاثة، it wasn't polite of him to interrupt what I. طبعا ما كانش مؤدب منه ان هو يقاطع طبعا او يقاطعني اثناء الحديث او يقاطع ما كنت اقول، يبقى اكيد وانا بتكلم هو كان عايز يقاطعني، يبقى في نفس التوقيت اللي انا كنت بتكلم فيه هو كان عايز يقاطعني، يبقى طبعا اكيد ده كده الحدث كان مستمر، يبقى what I was doing. What space you doing when I called؟ طبعا في هنا you فعل وفي doing verb plus ing، يبقى أكيد طبعا وعندك called في الباست يبقى محتاج was أو where، أكيد you هتاخد where. Some boys space when the teacher entered the classroom. بعض الطلاب إيه لما المدرس دخل الفصل، طبعا أدي entered في الباست يبقى كده بتكلم في الباست. طيب كل اللي اختار بتاعتي في الباست يا مستر مفيش مشاكل. بعض الطلاب ايه لما المدرس دخل، يبقى في الوقت اللي المدرس دخل فيه كده الطلبه دول مالهم كانوا بيعملوا ايه؟ يبقى الطلبه دول كده كانوا بيعملوا حاجه تانية، يعني كانوا بيتشاجروا، يبقى الحدث الطلاب كانوا بتتشاجر وفي اللحظه دي المستر دخل، يبقى معنى كده الاثنين واحد قطع الثاني او واحد استمر فتره طويله والثاني فتره قصيره، يبقى المهم ان ده كده past continuous يبقى was aware of verb plus ing. يبقى البويس طبعا جمع، فالجمع اكيد طبعا بياخد were of verb plus ing. طبعا was غلط علشان انا عندي هنا البويس ده جمع، فالجمع ما ينفعش ياخد كلمة was. Minute test 5 my car space down as I was driving to work. طب طبعا بتكلم هنا في الباست عشان ادي كلمة was اهي، طيب يبقى اكيد breaks دي غلط. طب اساسا خلي بالك بقى عشان كلمه break down دي معناها يتعطل، يبقى معنى كده انا اقول السياره بتاعتي تعطلت اثناء ما انا ما كنت رايح الشغل، يبقى انا رايح الشغل اهو في الوقت ده كده ايه اللي حصل؟ ايوه السياره تعطلت هنا كده، يبقى السياره تعطلت اثناء الذهاب الى العمل، يبقى معنى كده حدث كان مستمر انا كنت رايح الشغل وفجاه طبعا حدث ثاني قطعه اللي هو السياره تعطلت، يبقى ده كده past simple يبقى broke down. While I space at the club I play tennis. بينما أنا في النادي أنا لعبت تنس. طيب أكيد بينما أنا كنت في النادي، يبقى الفعل الأساسي بتاعك اللي هو يكون. طب إحنا لسه قايلين دلوقتي لما أقول كده معناها يكون، يبقى في الـ present am أو is أو are. طب في الـ past يبقى was أو were. يبقى while I was بس، أوعى تقول was being. ليه؟ لأن أساساً was being معناها كان. طب was معناها كان. يبقى بشكل مباشر يا مستر بقول was بس. انما was being اجيب بعدها تصريف رقم 3 لو بتكلم في المبني للمجهول، زي مثلا لما اقول لك كده بتقول مثلا انا اكون طالب فانت بتقول I am a student. طيب قول لي مثلا انا كنت في حديقه الحيوان امبارح يبقى I was in the zoo yesterday، يبقى خلاص هو الفعل الاساسي معناها كان، يبقى استخدم فقط was او were. ندى space when I rang the doorbell I felt sorry for waking her up. ندى ايه؟ لما انا رنيت الجرس، يبقى معنى كده انا رنيت الجرس اهو في الوقت ده كده ندى ايه؟ يبقى اكيد ندى كانت بتعمل حاجه. طبعا انا اسف ان انا صحيتها، يبقى معنى كده ان هي في الوقت اللي انا رنيت فيه هي كانت نايمه، يبقى معنى كده هي كانت نايمه وانا جيت رنيت الجرس، يبقى كانت نايمه ده كان مستمر، يبقى بشكل مباشر was aware و ing، يبقى ندى مفرد يبقى was sleeping. space the film، طبعا ده فيلم ده الفيلم ده اسم بشكل مباشر على طول، طبعا بنجيب during عشان during بنجيب بعدها النون اثناء الفيلم على طول.
space watching the film I ate popcorn and drank juice. طبعا watching the verb plus ing وما فيش فعل يبقى بشكل مباشر على طول بجيب بعدها verb plus ing اللي هي while watching the film. When you called me لما انت اتصلت عليا يبقى انا ايه I not a shower that's why I didn't reply. يبقى في الوقت اللي انت اتصلت عليا انا كنت باخذ شاور يبقى انت رنيت في ذلك التوقيت انا كنت بعمل حاجة تانية يبقى اكيد طبعا ده كان مستمر يبقى was a weird I N G but I was having. طبعا خلي بالك بقى هنا من حد وهي تقول لي مستر ده كلمة have ده كده state verb يعني من افعال الحالة اللي ما ينفعش احط فيها I N G اقول لك دكة لو معناها يمتلك انما هنا معناها يأخذ بقول مثلا يأخذ او يأكل او يشرب الحاجات دي كلها عادي ينفع اجيب verb plus ing انما لما يكون معناها يمتلك يبقى ما ينفعش ان انا احط فيها ing. بقول I had a pen انا كان معايا قلم مش هقول I was having a pen. During yesterday's match اثناء المباراه بتاعت امبارح most players معظم اللعيبه fit لائقين بدنيا يبقى معظم اللعيبه ما كانوش طبعا في yesterday يبقى كده الكلام بتاعك في الباست في الماضي يبقى ما كانوش يبقى معنى كده عايز كانوا يبقى نفس الفكره بقولنا كان او كان يبقى was او we فقط بدون ing لانه ده كده الفعل الاساسي يبقى طبعا البلايرز جمع يبقى weren't وطبعا يستر يبقى كده الكلام بتاعك على طول كده فين في البوست. I space my toys when I was young طبعا when I was يبقى كده الكلام بتاعك فين في البوست في الماضي انا ايه اللعب بتاعتي لما كنت صغير يبقى انا اكيد حبيت اللعب بتاعتي. طيب اوعى تقول لي بقى مستر I was loving ليه؟ لأن أساسا كلمة love ده state of verb بمعنى يحب ما ينفعش تحط فيه ing لما بتقول له واحد أنا بحبك فأنت بتقول له طبعا I love you يبقى بنفس الفكرة لو بتكلم عنها في البوست أكيد هقول I loved يبقى مش هينفع مش بنقول I am loving ولا I was loving لا فقط I love يبقى طبعا في البوست يبقى loved علشان ده state of verb ما ينفعش تحط فيه ing. While I space the door of my flat I heard a loud noise in the street. طيب طبعا بينما انا الباب بتاع شقه انا سمعت طبعا شط معناها يقفل يبقى اكيد وانا بقفل انا سمعت يبقى اثناء الغلق كده انا سمعت حاجه تانية يبقى معنى كده اكيد حدث وانا بقفل اهو انا سمعت حاجه يبقى معنى كده اثناء القفل يبقى ده كده الحدث اللي كان مستمر وانا سمعت يبقى ده كده اللي قطعه يبقى was aware و ing يبقى I was shutting. طيب الـ general exercise السؤال اللي بيقول مستر أشرف space a call from an important client yesterday. سيد أشرف مكالمة من عميل مهم بالأمس طبعا في كلمة yesterday بالأمس بكلم كده في البوست في الماضي يبقى receive دي غلط و am دي غلط وطبعا متبقى عندك اما receive دي اما was received. receive معناها يستقبل يبقى السيد أشرف استقبل مكالمة يبقى معنى كده مستر أشرف ده الفعل يبقى الجملة مبنية للمعلوم يبقى الإجابة رقم C. إنما اللي بعدها بها a call from an important client يعني مكالمة من عميل مهم يبقى المكالمة دي مالها أكيد تم استقبالها يبقى ده كده مبني للمجهول يبقى was received. Some friends space him the money he needed طبعا في needed أهي يبقى كده في الباست يبقى أكيد give دي غلط وأكيد given دي غلط علشان ده تصريف رقم ثلاثة بشكل مباشر فده غلط. يبقى إما didn't give إما wasn't given. بعض الأصدقاء وجيب معناها يعطي يبقى بعض الأصدقاء لم يعطوه الفلوس يبقى معنى كده الأصدقاء ده الفعل يبقى مبني للمعلوم وأنا لما أحبان في الماضي البسيط طبعا بنجيب didn't زائد الانفينيتيف. إنما اللي بعدها بقى he not the money he needed هو إيه الفلوس اللي هو كان محتاجها يبقى أكيد هو لم يعطى يبقى معنى كده مبني للمجهول يبقى he wasn't given. Did speak to the secretary وطبعا في علامة استفهام يبقى معنى كده إن ده سؤال. Did يبقى did بجيب الفاعل يبقى الفاعل طبعا اللي هو أكيد report ده غلط عشان report ده معناه تقرير وhand معناها يسلم فأكيد مش هقول لك هل التقرير سلم ولكن هل التقرير أو هل التقرير اتسلم أو هل أنت سلمت التقرير يبقى did you hand the report يبقى أول واحد. طب طبعا رقم اتنين did you handed ما ينفعش did وبقول handed لازم أستخدم الانفينيتيف. طب did the report hand طبعا دي غلط خالص وقلنا ان did the report hand ده كده كانت تبقى مبنيه للمجهول زي اللي بعديها بقى بالظبط. بيقول كده was space to the secretary هل ايه الى السكرتير يبقى هل طبعا في هنا كلمه was اهي يبقى معنى كده مش هينفع اقول was you hand ليه علشان اساسا يو ما تاخدش كلمه was يبقى دي غلط. طيب was you handed هل انت سلمت التقرير الى السكرتيرة طبعا دي غلط ليه المفروض تبقى مبنيه للمجهول يبقى was the report hand
دي برضو غلط. ليه؟ لأن كلمة was aware في المبني المجهول لازم أجيب التصريف رقم 3، يبقى was the report handed to the secretary. When space your medicine على، طبعا when علم أداة استفهام وفي علامة استفهام في الآخر، فالمفروض ده كده سؤال. When you last took، طبعا ما ينفعش، لازم يبقى في فعل مساعد وبالتالي دي غلط. طيب when did you last take، أدي did وأدي الفاعل you وأدي الانفينيتيف اللي هو take، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم B. I space عمر in the street the other day. طبعا احنا قلنا the other day معناها اليوم السابق، ودي كده من الكلمات الدالة على زمن الباست سمبل. وأنا I ده كده طبعا ميت معناه يقابل، يبقى انا كده الفعل، يبقى انا قابلت عمر، يبقى ده كده مبني للمعلوم، يبقى اي ميت عمر. اويك على طول، ويك ده طبعا طول فتره، يبقى على طول بعدها يبقى فيه كلمه اجو، اي اويك اجو، اي واز افورد. اي لاست برضه نفس الفكره، كلمه لاست لوحدها كده من الكلمات الداله على زمن الباست سمبل، يعني معناها انا اخر مره، يبقى اي لاست هيرد فروم هير اون فرايدي، يبقى انا اخر مره سمعت منها كانت يوم الايه الجمعه، يبقى طبعا تصريف رقم 2 اللي هي اول واحده. I showered and، طبعا showered ده في الباست اهي، and وحرف عطف، يبقى اكيد الفعل الثاني لازم يكون معطوف على الاولاني، يبقى الاولاني ده في الباست، يبقى الثاني ده لازم يكون في الباست، يبقى I showered and dressed. I space play football on Fridays. خلي بالنا بقى هنا، في هنا كلمه play ده infinitive، يبقى ما ينفعش اقول was used to، علشان كده كنت لازم اجيب verb plus ing. طيب be used to لازم be دي تتصرف، فدي غلط. طيب became used لازم في بعدها تو، وبالتالي دي غلط، يبقى الاجابه بتاعتك اللي هي رقم بي I used to play football، يبقى انا كنت متعود على ان انا العب كره قدم كل يوم جمعه. انما اللي بعدها في playing فيها اي ان جي، يبقى في الحاله ديت كده ما ينفعش اقول used to، واحنا قلنا ما ينفعش اقول اي بي، دي غلط، وبيكيم ما فيش بعدها تو، يبقى بالتالي دي غلط، يبقى I was used to، انا كنت متعود على. My sister and I، احنا الاثنين جمع، فاكيد ما ينفعش تاخد كلمه was، واكيد ما ينفعش تاخد was، يبقى اما وير صح او helped، يبقى اختي وانا ايه الام في اعمال المنزل، يبقى اكيد اختي وانا، يبقى ساعدنا، يبقى معنى كده ده مبني للمعلومه عشان احنا الفاعل، يبقى helped. From 9 to 12 last Friday I space an important meeting. طبعا في عندك من كذا لكذا، يبقى ده تحديد وقت معين في الماضي اهو، يبقى معنى كده في الوقت ده الحدث كان مستمر، يبقى ده على طول past continuous، واي انا الفاعل، واتند دي معناها يحضر، يبقى انا كنت بحضر، يبقى كده مبني للمعلوم، وباست continuous يبقى was aware وverb plus ing. انما اللي بعديها بقى from 9 to 12 last Friday، نفس الفكره من 9 ل 12، ولكن an important meeting، اجتماع مهم، يبقى اجتماع مهم ايه بقى؟ كان بيتم حضوره، الاجتماع نفسه مش هيحضر، يبقى كده مبني للمجهول، يبقى was aware زائد being زائد تصريف رقم 3 عشان ده مبني للمجهول. طبعا في علامة استفهام في الآخر، يبقى معنى كده إن ده إيه؟ ده سؤال. طيب were you doing when I called you؟ هل كنت تفعل لما اتصلت عليك؟ طبعا ما ينفعش خالص عشان was aware جت في الأول، يبقى معناها هل، يبقى دي غلط. you were برضه ما تنفعش عشان ده سؤال، يبقى لازم أبدأ بفعل مساعد أو أبدأ بأداة استفهام. طيب what you were، أدي what، لازم أجيب بعدها الفعل المساعد، يبقى what you were دي غلط، يبقى what were you doing. While my brother spaced the match I was writing an essay. طبعا بينما اخي ايه المباراه انا كنت اكتب مقال، يبقى معنى كده اخويا كان بيعمل حاجه وفي نفس الوقت انا كنت بعمل حاجه، يبقى معنى كده الحدثين كانوا شغالين، ما فيش حاجه قطعت الثانيه، يبقى ده كده past continuous، وهناك برضه past continuous، يبقى I while my brother was watching. When the doorbell rang، لما الجرس رن، وايه احنا ايه الغداء، يبقى الجرس رن، احنا كنا بنتناول الغداء في الوقت اللي الجرس رن فيه، يبقى طبعا تناول الغداء ده كده استمر فتره، يبقى ده اكيد past continuous، يبقى we're having، طبعا مبني للمعلوم. space the football match، المباراه كره القدم، يبقى المباراه ده اسم، يبقى بشكل مباشر الاداه اللي بجيب بعدها اسم اللي هي كلمه during اثناء. space she was a little girl she wanted to be an actress، هي بنت صغيره، هي كانت عايزه تكون ممثله، يبقى اكيد عندما كانت بنت صغيره هي كانت عايزه. طيب عندما طبعا بيفور دي معناها قبل ما كانت بنت صغيره، المعنى مش مظبوط. افتر برضه المعنى مش منطقي، يبقى when she was، عندما كانت بنت صغيره. طيب رقم 22 نفس الفكره، انا عندي my sleep، sleep ده اسم، يبقى على طول معناها النوم، يبقى على طول بنجيب بعدها النون طبعا اللي هي during. The police arrested him as he، الشرطة arrested، يبقى arrested ده كده في البوست، الشرطة قبضت عليه as اللي بتساوي كلمة while اللي هي معناها بينما، يبقى بينما هو ايه بقى مشهد الجريمة،
يبقى معنى كده أثناء ما كان بيغادر، يبقى في الوقت اللي هو بيغادر فيه الشرطة قبضت عليه، يبقى معنى كده وهو بيغادر ده الحدث اللي كان مستمر، الشرطة قبضت عليه، ده كده اللي قطع الاستمرارية بتاعته، يبقى was leaving. Everybody was at the office at 8:30 yesterday. The meeting space at 9 o'clock. الناس كلها كانت في المكتب الساعة 8:30 امبارح. الاجتماع ايه؟ الساعة 9، يبقى أكيد الاجتماع بدأ. يبقى في الحالة ديت كده starts دي غلط عشان ده present، و has دي غلط. طبعا عندي يا مستر had started وعندك started. هو ايه اللي حصل الأول؟ الناس كانت موجودة ولا الاجتماع بدأ؟ الناس كانت موجودة الأول وبعديها الاجتماع بدأ. يبقى الاجتماع بدأ ده الحدث الثاني، وده الحدث الثاني طبعا لازم يكون فقط في التصريف رقم 2، يبقى started فقط. I space into a good family in the south of Egypt. أنا طبعا إلى عائلة كويسة في جنوب مصر، يبقى أكيد أنا ولدت. طبعا لما أقول ده طبعا حدث واحد يبقى على طول ده ماضي بسيط. طيب أنا ولدت يبقى معنى كده أنا ده مبني للمجهول، يبقى was a where، والتصريف الثالث يبقى was a where born، يبقى I was born. When Maryam was young، لما مريم كانت صغيرة، she used to على طول، أدي used to، ما فيش قبلها هنا لا فيرب تو بي يعني لا ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير ولا كلمه جيت او جوت ولا بيكم ولا بيكيم، يبقى انا عايز الانفينيتيف فقط، يبقى يوز تو ليف. اي سبيس فيزيت ذا بيراميدز افري مانث وين اي واز ان جيزا. انا طبعا فيزيت اهو ده انفينيتيف اهو، يبقى معنى كده ما ينفعش اقول يوز تو لوحدها، يوز تو لوحدها عشان ما فيش بعدها تو، ما ينفعش يوز تو فور خالص، وما ينفعش ام يوز تو علشان كان يبقى في فيرب بلس ان جي، يبقى اي يوز تو. وحتى برضو لو هنا في هنا واز يبقى كده الكلام بتاعنا في الباست، يبقى ام دي ما تنفعش خالص. سبيس ذا فلايت، فلايت رحله جويه، اسم ايوه برافو عليك، بشكل مباشر ديورينج. ريلي ذي فيزيتد ذا زو 5 ييرز، طبعا فيزيتد في الباست 5 ييرز يبقى طول فتره، يبقى انا الكلمه اللي بجيب بعدها طول فتره في الاخر طبعا ليها كلمه اجو. وايل ستادينج اثناء المذاكره هو ايه؟ يبقى اثناء ما كان بيذاكر هو نام، يبقى هو كان بيذاكر وفجأة نام، يبقى معنى كده نام، يبقى ده كده اللي قطع المذاكرة أو ده الحدث اللي استمر فترة قصيرة. يبقى في الحالة ديت كده ده باست سامبل، تصريف رقم 2، التصريف الثاني طبعا اللي هو في الفول ده الأول، التصريف الثاني في ال 31. What space yesterday while the match was being broadcasted؟ ماذا إيه امبارح لما المباراة كانت بتبث؟ يبقى معنى كده أولا الكلام بتاعنا في البوست، يبقى معنى كده ان ار دي غلط، ونفس الفكره يو دي غلط علشان ده سؤال، يبقى بعد استفهام لازم اجيب الفعل المساعد. طيب وات وير يو دون ولا وات وير يو دوينج، اكيد ماذا كنت انت تفعل، يبقى معنى كده مبني للمعلوم، يبقى وات وير يو دوينج. شي سبيس ان كايرو فور 10 ييرز ليتر شي جوت ماريد اند موف تو اليكس. خلي بالنا علشان الجمله دي طلبه كتيره جدا بتقع فيها. طيب اول حاجه هنا شي جوت ماريد، الكلام بتاع كده فين؟ في البوست، يبقى معنى كده هاز دي غلط. تقول لي يا مستر ده انا اساسا عندنا هنا 14 years لمده 10 سنوات، يبقى معنى كده ايه؟ ده طبعا 4، عارفين ان 14 من الكلمات الداله على زمن البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، اقول لك صح، بس استخدمها في المضارع التام امتى؟ لو الحدث بدأ ولسه شغال، انما هنا مفيش خالص، الحدث ملوش علاقه خالص بالبريزنت بالمضارع، ده كل الاحداث بتاعتك فين؟ في الماضي. يبقى هي عاشت في القاهره لمده 10 سنوات وبعد كده هي تزوجت وانتقلت الى مكان ثاني، يبقى كل الاحداث بتاعتك فين؟ في الماضي. طيب اوعى تقول بقى ان هي كانت بتعيش في القاهره لمده 10 سنوات، يبقى واز ليفنج، اقول لك لا برضه يا مستر ده هي كانت عايشه، اقول لك صح هي بالعربي كانت عايشه، انما ده كده هنا ده ليف بس ماضي بسيط. ليه؟ هنا ما فيش عندنا هنا الحدث بدا من كذا واستمر لكذا، ولا ان حدث كان مستمر وحدث تاني قطعه، لا خالص هي عاشت في القاهره لمده 10 سنوات، يبقى خلاص ده كده بدا في الماضي وانتهى في الماضي، يبقى على طول فقط ده كده باست سمبل اللي هو تصريف رقم 2. علشان برضو بعض الطلبه تيجي تقول لك مثلا كده ايه؟ I was going to school every day، تقول انا كنت بذهب للمدرسه طبعا كل يوم، every day يا مستر يبقى was going، اقول لك ده كده عاده في الماضي. طب عاده في الماضي انت بتقول I go to school every day، طب يبقى انا عايزها في الباست يبقى I went to school every day. بنفس الفكره هنا ما نقولش بقى لمده 10 سنوات يبقى كانت عايشه، لا هنا مفيش الحدث كان مستمر من كذا لكذا ولا طبعا وقت معين في الماضي، مفيش خالص، يبقى ده كده ليفت باست سمبل فقط. How fast space when the accident happened؟ طيب ده سؤال، وطبعا happened في الباست يبقى have دي كده غلط ما تنفعش عشان have ده present مضارع.
طيب وهنا بقول لك انت كنت سايق بسرعتي لما الحادثه حصلت، يبقى معنى كده في الوقت اللي الحادثه حصلت فيه انت كنت سايق، يبقى معنى كده هاد غلط علشان هاد ده ماضي تام بستخدمه لما اتكلم عن ترتيب احداث في الماضي، واحد حصل قبل التاني. طيب يبقى هنا مستر ديد يو درايف ولا وير يو درايفنج؟ الحادثه حصلت وانت سايق، يبقى معنى كده ايه؟ كان مستمر اثناء القياده، يبقى وير يو درايفنج. I borrowed my friend's car because mine is space. أنا استلفت سيارة صاحبي علشان السيارة بتاعتي. يبقى كده السيارة بتاعتي مالها؟ طبعًا mine اللي هي بتساوي my car. يبقى كده السيارة بتاعتي كانت بتتصلح. ومعنى كده لما أقول لك السيارة كانت بتتصلح يبقى معنى كده إن هي كانت مبنية للمجهول. يبقى طبعًا أكيد borrowed ده في الباست يبقى has، طبعًا دي غلط ما تنفعش خالص. was repairing ده مبني للمعلوم وبالتالي ده غلط. يبقى عندنا يا مستر إما was repaired إما was being repaired. أنا استلفت سيارة صاحبي لما السيارة بتاعتي كانت بتتصلح، يبقى كانت بتتصلح يبقى معنى كده was being repaired. 35 Amira speaks well yesterday. طبعا yesterday في الباست يبقى معنى كده doesn't، دي غلط خالص ما تنفعش. looks ده برضه present فدي غلط خالص برضه. عندنا Mr. didn't look وعندنا wasn't looking. خلي بالك عشان look هنا معناها يبدو، أميرة لم تبدو كويسة امبارح. اي فعل بمعنى يبدو زي كلمه لوك، زي كلمه سيم، زي كلمه ابير، زي كلمه بي اللي هي معناها يكون، في هذه الحاله ده كده ده ستيت فيرب، يعني ما ينفعش ان نحط فيه اي ان جي. يبقى اميره didn't look well. I space ready to take the exam so I postponed it. طبعا postpone في الباست يبقى اكيد don't دي غلط وام دي غلط. انا يبقى didn't او wasn't. طيب طبعا ما ينفعش اقول didn't be ولا did be خالص. ليه؟ علشان انا ما كنتش جاهز. يبقى كان يا اما was او were، طبعا النفي يبقى I wasn't ready. Space at home when the fire started. طبعا في علامة استفهام في الآخر يبقى معنى كده إن ده إيه؟ سؤال. يبقى أكيد be ودي الاتنين دول كده غلط. يبقى were you ولا did you be؟ لسه قايلين يا مستر مفيش حاجة اسمها did you be ولكن were you، هل كنت في البيت؟ Space a nice time in the countryside. نفس الفكرة علامة استفهام في الآخر يبقى معنى كده إن ده سؤال. يبقى you had دي غلط. طيب where you had ده برضه غلط خلاص ما ينفعش عشان was aware بجيب بعدها verb plus ing فدي غلط. had you had ده حدث واحد وانما ده كده had you had ده ماضي تام يعني حدثين او اكتر في الماضي. يبقى did you have هي دي الاجابه الوحيده اللي تنفع. 39 I spaced lunch until I had returned home. طبعا until I had returned ده هنا ماضي تام يبقى اكيد اللي قبليه ماضي بسيط. يبقى haven't دي غلط وانا اي ده كده الفاعل يبقى معنى كده اكيد انا لم اتناول يبقى مبني للمعلوم. يبقى wasn't had دي غلط وhadn't دي غلط علشان لما احب انفي بقى كلمه hadn't بقول didn't have. اي طبعا ابوستروفي دي وفي كول انفينيتيف يبقى هنا الابوستروفي دي اختصار لكلمه would. I would call you if I طبعا هنا يبقى اف يبقى دي كده حالات اف وفي هنا would والانفينيتيف يبقى معنى كده ان دي الحاله الثانيه. يبقى اكيد if والفعل يبقى انا محتاج تصريف رقم 2 يبقى if I had any news. I wish I spaced a better time today. طبعا today اليوم كلمة wish وكلمة if only وكلمة had better وكلمة would rather و it's a time كل الحاجات دي كلها لما اتكلم في ال present تاني wish و if only و would rather و it's a time كل الحاجات دي كلها كده لما اجيب بعديهم فاعل مهم قوي اجيب بعديهم فاعل واتكلم في المضارع يبقى بجيب تصريف رقم 2. ليه؟ عشان بقول ان حاجه مستحيل انها تحصل دلوقتي. يبقى I wish I had a better time today. طيب امال يا مستر لو اتكلم في الباست في الماضي زي اللي تحتيها في last year يبقى معنى كده كل الحاجات اللي احنا قلناها هجيب بعديهم had والتصريف رقم 3. يبقى I wish I had a better time last year. يبقى كلمة wish و if only كلمة would rather كلمة it's a time لما اتكلم في present في المضارع وبشرط يبقى في بعديهم فاعل يبقى بجيب بعدهم تصريف رقم 2. طب لو بتكلم في الباست في الماضي يبقى انا هجيب بعد الفعل هاد والتصريف رقم 3. add it's a time you نفس الفكرة اهي it's a time you ده الفاعل يبقى على طول الوحيد اللي ينفع اللي هو جاي في تصريف رقم 2. I'd rather هنا بقى هل would rather هنا في بعدها فاعل؟ لا. طب ما فيش بعدها فعل يا مستر يبقى بجيب بعدها انفينيتيف يبقى I'd rather live. انما اللي بعديها بقى I'd rather I ادي في فعل اهو يبقى معنى كده يبقى live ده غلط ما ينفعش ابدا ابدا ابقى استخدم بعديهم present يبقى دي غلط. طيب عندي lived وعندي had lived. I'd rather I lived here in Cairo يعني انا كنت افضل ان انا كنت بعيش في القاهره.
ده بتقول لها يا مستر ما هاد ليفت، هنا ما فيش حاجه تدل على الماضي، يبقى معنى كده ده يعني ايه، كان كده تفضيل في البريزنت في المضارع، يبقى انا عايز تصريف رقم 2. رقية always is paced to her first school on foot. خلي بالك بقى عشان لما اقول لك her first school معناها اول مدرسه هي راحتها، يبقى معنى كده بتكلم فين؟ اكيد في الباست في الماضي. يبقى جوز دي غلط، اوعى تقول لي مستر ده اولويز اهي، واحنا عارفين ان كلمه اولويز ويوجوال وسام تايمز والحاجات دي كلها ده بريزنت، ورقيه دي مفرد يبقى الفعل اخره اس. اقول لك هير فيرست سكول اول مدرسه راحتها، يبقى كده بتكلم عن عاده بس عاده في الماضي، يبقى رقيه كانت دائما بتذهب لاول مدرسه راحتها سيرا على الاقدام. طيب يبقى از ده برضو غلط، واز جون طبعا ده غلط عشان رقيه ده الفاعل، يبقى هنا كده ده باست سمبل وينت. every day كل يوم I space my uncle when he was اهي نفس الفكره بقى، اوعى تقول لي ان every day ده كده present يا مستر، كل يوم في عندك was يبقى كده الكلام بتاعك في الباست بشكل مباشر، يبقى انا بتكلم في الماضي. يبقى am دي غلط، visit دي غلط، عندك بقى was visited وعندك visited I انا، يبقى انا ايه يا عمي؟ يبقى اكيد انا زرت عمي، يبقى معنى كده ده مبني للمعلوم، يبقى I visited.